إنتاج خدمة الإمام الشاطبي الدعوية. لا تنسوا الاشتراك في قناة خدمة الإمام الشاطبي الدعوية. هذا فيما يخص الحديث الكتاب، حيدنا الآية اللي استدلوا بها ليس فيها دليل، الحديث أذكرنا جزء الحديث اللي استدلوا به كذلك ليس لهم فيها دليل. أرى الإجماع، هل أجمعت الأمة على جواز احتفال مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا لم يقل به عاقل، بل ها أن يكون عالم من العلماء يقرأ الكتب ويطلع له علم وحظ من العلم، بل العكس، أن أكثر العلماء على عدم الجواز من المذاهب الأربعة، أكثرهم قلة قليلة هي من أجازت، بل أكثر من ذلك هالصحابة قلنا والتابعين وتابعيهم وأصحاب المذاهب كلهم بثلاثة، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد آخرهم 240 يجري يا أحمد، كل هؤلاء داخل في القرون الثلاثة، هادو لم يذكروا شيئا ولم يفتوا بالجواز ولم يقولوا بالإباحة بإباحة الاحتفال. فطيب، مدام أن كل هؤلاء لم يجيزوا ذلك، فما جبتوا انتم هذا الجواز هذا من المتأخرين بعد القرن الرابع؟ قلنا بعد ما ظهرت هذه البدعة على يد الفاطميين أو العبيديين، هذا هو الأصح، بعدما دارت على يد العبيديين عاد بدأوا يتكلموا يقولوا لا بأس، بعضهم اختلف فيها بعضهم كذا إلى غير ذلك. إذن أربعة القرون الأولى العلماء ديالهم كلهم لا يرون ذلك، فلا إجماع، لا إجماع على الأمر، بل الجمهور على العكس، على أنه لا يجوز ولا يباح الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. إنتاج خدمة الإمام الشاطبي الدعوية. لا تنسوا الاشتراك في قناة خدمة الإمام الشاطبي الدعوية.